سأعرض مع حضراتكم عرض لكلمات وآراء بعض من ممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وخبراء اللجنة الوطنية. UN Women congratulates the government of Egypt for launching the second round of the National Initiative for Green Smart Projects in governance, and we are pleased to be one of its partners in this process. The National Initiative for Green Smart Projects is an important milestone in Egypt's commitment to localized development and addressing complex climate change challenges. Solutions developed locally. التي يتم تطويرها محليا لا تعمل فقط على تعزيز الشعور بالملكية وتمكين الجهات الفاعلة المحلية، ولكنها تضمن أيضا أن تكون التدخلات مصممة لتناسب سباقات مختلفة. لقد اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي التزاما نحن مصر، ونحن سعداء جدا بدعم مجهود الرئيس والحكومة لتحسين ما نسميه في منطقة العمل الدولية بالانتقال. المبادرة الوطنية انها تقوم على زيادة الوعي والتدريب للسادة المتقدمين والمتقدمات لهذه المبادرة من الأول خالص، عن طريق تقديم مجموعات مختلفة من البرامج المتكاملة لكيفية إدارة مشروع وإنشائه. From mega to medium size projects. استطاعة الحجم من المشاريع المجتمعية الصغيرة إلى الشركات الناشئة، هذه هي الحلول المناخية المحلية التي نحتاجها. في وضع هذه الموضوعات الخاصة بالمناخ والبيئة والمشروعات الذكية على قائمة الأولويات لكل الفئات العمرية وفي مختلف المحافظات. في إطار أولوياتها، مبادرة الوطنية المصرية المشاريع الخضراء الذكية تقدم دعما للنساء كرائدات أعمال وقائدات ومستثمرات ومعلمات مقدمات رعاية ووكلاء للتغيير. لقد كان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في طليعة دعم هذه المبادرة منذ بدايتها، ونحن فخورون برؤية رحلة أفكار المشاريع من المحافظات المختلفة وصولا إلى مؤتمر الأطراف 27 ومؤتمر الأطراف 28. وزارة التخطيط أطلقت هذه المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء، ونحن في منظمة العمل الدولية سعداء بالعمل على توفير المهارات اللازمة للعمال المتضررين من تغير المناخ. المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية والخضراء تجسد التزام مصر على المستوى الوطني، فهي تقدم لنا مثالا عمليا لأهداف التنمية المستدامة وتطبيقها على أرض الواقع. في حاجة ماسة إلى مزيد من المشروعات البناءة ومزيد من الفئات اللي تكون ساعية على تحقيق استقرار مناخي إن صح التعبير، وكمان عندنا طموح كبير جدا في زيادة مساحة المشاركة المجتمعية في هذه المبادرة. مهتمين ان احنا من خلال مشروعاتنا التنموية المختلفة نكون بتساعد وندعم هذه المشروعات من خلال بناء القدرات، من خلال التنمية، من خلال المعلومات، من خلال النفاذ للأسواق. الأمم المتحدة في مصر ستكون دائما بجانبكم لتحقيق وعد أهداف التنمية المستدامة في مصر. الحقيقة احنا نتمنى للفائزين والفائزات كل التوفيق في المشروعات دراسه الجدوى اللي قدموها تلاقي على ارض الواقع نجاح وازدهار ونمو وتطور. مع بقاء 7 سنوات فقط على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، يجب علينا أن نضع التجارب المحلية في القيادة، ويمكن لهذه المبادرة الوطنية أن تساهم في التغيير وتسرع من التحول إلى اقتصادات أكثر خضارا وذكاء وشمولا.